ومن الملف الأفغاني إلى الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبية نابلس عند الساعة 2 فجرا، وشرعت بحملة اعتقالات واسعة طالت 13 شابا قبل أن تفرج لاحقا عن 2 منهم. كما أفادت مصادر محلية أن عدد المعتقلين منذ بدء أحداث جبل صبيح في بلدة بيتا وصل إلى 26 معتقلا في السجون الإسرائيلية. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء تجمعا بدويا وسط الضفة الغربية يضم منشآت تعود لأحد عشر أسرة فلسطينية من عائلة رشيدات، وهي عبارة عن منازل من الصفيح والخيام وحظائر للأغنام، فيما كشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يوم 8 يوليو تموز الجاري، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري. وهذا مما يدل على ان الهدم ليس هدما للحديث أكثر حول مستجدات الملف الفلسطيني معنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك معنا أستاذ أحمد. أحداث عديدة بالضفة الغربية، اعتقالات من طرف الاحتلال، اعتقالات أيضا من طرف السلطة الفلسطينية، وصول عدد المعتقلين تحديدا من بلدة بيتا جنوبي نابلس إلى 26 معتقلا، حاكوا الحالة الموجودة في غزة من حيث قصة الإرباك الليلي. هل نجح الفلسطينيون في استنساخ تلك التجربة بالتالي وصل عدد المعتقلين إلى 26 من بلدة واحدة فقط برأيك؟ ردة الفعل الإسرائيلية المبالغ فيها بهذا الشكل، يعني تتحدث عن 26 اعتقال في 4 شهداء في عشرات الإصابات بالرصاص الحي، ردة الفعل هذه القاسية واللي سقفها مرتفع جدا يدلل على أن أحداث صبيح واستنساخ الإرباك الليلي بأنه أحدث فعله وأحدث أثره على الطرف الإسرائيلي وعلى الاستيطان الإسرائيلي. ولذلك هذه الهجمة في تقديري أن الاحتلال يريد من خلالها تفريغ جذوة الحراك الجماهيري، تفريغ تطلع الفلسطينيين لإمكانية المواجهة مع الاستيطان وإزاحة الاستيطان عن الضفة الغربية، لأنه نموذج صبيح إذا أصبح ذو رمزية وذو دلالة وسابقة في الحالة الفلسطينية في مواجهة الاستيطان في الضفة الغربية، هذا سيتكرر مؤكدا في بيت لحم وفي القدس وفي الخليل، ولذلك الاحتلال يخشى ذلك. نجد هذا ردة الفعل الشرسة، هذا الهجوم الشرس في أكثر من اتجاه، دليل على أن هناك خلق حقيقي لدى الطرف الإسرائيلي وأن الفلسطيني نجح بشكل أو بآخر. نعم، البعض يسأل هذا النجاح البارز والذي من تداعيته ما تفضلت به أستاذ أحمد، لماذا لا ينتقل إلى بؤر أخرى داخل الضفة الغربية المحتلة بالنظر إلى أنه ليس مكلفا، يعني ليست مقاومة مسلحة لديها كلفة عالية إنجاز التعبير، لماذا لا نشهد مناطق أخرى بالضفة الغربية تحاكي ذات الحالة؟ في تقدير الفرصة متاحة،
الفرصة متاحة، لكن الواقع الضفة الغربية مثقل، هو مثقل بالأجهزة الأمنية الفلسطينية اللي احنا شاهدنا خلال الأيام الماضية كيف قمعت المظاهرات والجماهير اللي خرجت لتأييد ظاهرة نزار بنات وللوقوف ضد الأجهزة الأمنية وممارسات الأجهزة الأمنية. هذا الجانب ليس بالهين على الفلسطينيين، لأنه هذا يأتي بالتوازي مع مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي، وهذا فيها نوع من الإزدواجية الأثقال والأحمال على المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن بلا شك حالة النجاح وحالة البروز وحالة الرمزية والاستنساخ اللي حصلت في جبل صبيح ليس من المستبعد أن نجدها أنها اليوم انسحبت على مناطق أخرى. وأنا وأعيد أؤكد أنه ردة فعل الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل هو يؤكد أن الاحتلال لديه خشية حقيقية، ولولا ذلك لما فعل ما فعله، ولما كان هذا حالة التزامن ما بين توحش الأجهزة الأمنية على المواطن الفلسطيني من اعتقال وتضييق على الحريات وكميم الأفواه، في المقابل الاحتلال أيضا يقوم بعملية اعتقال وقتل وإصابات بالعشرات بالرصاص الحي. يعني المزاوجة ما بين هناك من يقاوم، هناك من يبتكر أدوات جديدة في جبل صبيح، هناك اعتقالات من طرف الاحتلال، وأيضا السلطة تقوم باعتقالات بالطرف الآخر كما تفضلت يعني قبل قليل. كيف نفسر ذلك؟ يعني من ينظر إلى الساحة الفلسطينية كيف له أن يتحصل على نتيجة منطقية في بقعة صغيرة؟ هناك من يقاوم الاحتلال وهناك من يقاوم الشعب الفلسطيني ذاته وهو منهم. إذا تحدثنا بالمنطق من المفترض أن الأجهزة الأمنية والسلطة الوطنية الفلسطينية وجدت لحماية الفلسطيني في مواجهة احتلال، وجدت للدفاع عن أرضه، وجدت للدفاع عن المقدسات، وجدت لحماية الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض، لأنه هذه هي الغاية الأساسية من وجود السلطة ومكونات السلطة ومؤسساتها. لكن للأسف الشديد عندما نأتي لإسقاط المنطق على ممارسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديدا الأجهزة الأمنية ومن يدعم الأجهزة الأمنية، نجد أنه هذا لا يمكن إسقاطه، لأن هذه الأجهزة الأمنية بتشكيلها، يعني تشكيلها عندما حصل داخل الضفة الغربية حصل بمال أمريكي وبتخطيط أمريكي وبإشراف من الجنرال المشهور كيث دايتون، وكل ممارسات هذه الأجهزة الأمنية هي للأسف الشديد أنها تأتي لصالح الاحتلال والاستيطان. لأنه اليوم نجد أنه يعني أن هذه الأجهزة اعتقلت مستوطنا يهوديا عبث بأرض فلان أو في بستان فلان أو اعتدى على الطفل الفلاني، وهذه كلها حصلت، أو اعتدى على المقدسات والمساجد أو اعتدى على بيوت المواطنين الآمنين، أو أنه استطاعت الأجهزة الأمنية حتى أن تمنع اعتقالا في المناطق التي تعتبر يعني بين قوسين تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن في المقابل هناك دعوات صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية بتكثيف هذا الشكل من المقاومة، وهي المقاومة الشعبية كما سماها. يعني كيف يمكن أن نصل إلى نتيجة أيضا بين الدعوات بمثل هذا الإطار وبين ما يجري في الشارع، إلى جانب يعني من قال إلى أي مدى يمكن لانتشار هذه الحالة الفلسطينية أن تؤثر على السلطة الفلسطينية ورئيسها يدعو إلى تكثيفها؟ الدعوة لتكثيف الحراك الجماهيري ضد الاصطدام من طرف السلطة الوطنية الفلسطينية أنا بالنسبة لي أحلله على أنه عبارة عن خطاب مخادع لتغطية الفشل السياسي لمشروع السلطة. السلطة اليوم فاشلة، اليوم لا تستطيع أن تقدم للشعب الفلسطيني مشروعا سياسيا، لا يوجد لديها مشروع سياسي لأنه مبني على المفاوضات المتوقفة منذ عام 2014. وبالأمس تحديدا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل قال أنه نأمل أو نتوقع من طرف الإسرائيلي أن ينهي الصراع على قاعدة حل الدولتين. ماذا كان رد لابيد؟ قال أن نحن نؤيد فكرة حل الدولتين لكن الوقت غير مناسب. ليس هذا وهذا يدل أن الطرف الإسرائيلي غير جاهز. لا يستطيع اليوم السلطة الفلسطينية إلا أن تقول أننا نؤمن بالحراك الجماهيري، لكن ما هو رد فعل السلطة على الحراك الجماهيري؟ هناك اعتقالات، هناك منع، وهناك تعاون أمني، وهناك تنسيق، وهناك معلومات وإلى آخره. هل نعتقد أن الأجهزة اليوم هذه حجم الاعتقالات التي تجري في شمال الضفة الغربية وفي حدود رام الله هذه فقط بمعلومات أحادية الجانب الطرف الإسرائيلي؟ نفس الرئيس محمود عباس قال أن التنسيق
الأمني مقدس 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 ثلاثا مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا التناقض في الخطاب نتيجة أصلا ازدواجية المعايير لدى السلطة، من خطابيا ترفع سقف في المواجهة، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، هناك حالة من الفراغ، وهذا الفراغ يؤدي لأنه ما زال اليوم الاستيطان يتمدد في الضفة الغربية، التهويد ما زال قائم في القدس، واقتحامات المسجد الأقصى ما زالت قائمة، فأين موقف السلطة الوطنية الفلسطينية؟ عن اقتحامات، يعني لو عدنا إلى جانب الاحتلال واقتحامات المسجد الأقصى، هل عدنا إلى المربع الأول الذي مهد للعدوان الأخير للتصعيد الأخير في قطاع غزة؟ البعض يقول عدنا للمربع الأول، عادة الاقتحامات، عاد الحديث عن الهدم والاعتداء على الوجود الديمغرافي الفلسطيني في القدس المحتلة. هل فعلا نحن عائدون بقوة للمربع الأول الذي دفع للعدوان على غزة والحرب على غزة؟ الفلسطينيون والاحتلال الإسرائيلي ما زالوا في مربع الصراع على القدس، صحيح أنهم قد ينتقلوا من هذه الزاوية إلى تلك، وهنا يكون في هنا مكسب لنقطة ما على هذا الطرف أو ذاك الطرف، لكن الصراع بدأ منذ العام 1967 على شرقي القدس وما زال قائما للحد اليوم ولم ينتهي، وإنما هناك حالة من التدافع ما بين الطرفين. الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة الحالي اللي هو رئيس المجلس الاستيطاني والذي يمثل حالة من التطرف، يريد القول للفلسطينيين أن إسرائيل لا تخضع لتهديداتكم وأنه إحنا لا نلتزم بتهديداتكم، وهو يريد أن يمارس الصقورية داخل المجتمع الإسرائيلي، هذا فيما يتعلق هو كشخصية متطرفة. من جانب آخر يريد أيضا أن يحدث حالة من الإحباط لدى الرأي العام الفلسطيني، بمعنى أنه سيف القدس، أحداث حي الشيخ جراح، أحداث المسجد الأقصى وباب الخليل، شهر رمضان لم يجدي نفعا مع دولة إسرائيل، دولة إسرائيل قائمة وما زالت فاعلة. هو يريد أن يقول كذلك للفلسطينيين ليحبط الحالة الفلسطينية لئلا تفكر في موضوع إعادة الصدام وإعادة الاحتكاك. لكن لكن اليوم ما بدأت أنت الحديث به من إجراءات احتلالية قاسية بحق الفلسطينيين هو دليل على أن إسرائيل تخشى من الحراك الجماهيري النشط في الضفة الغربية وفي القدس. نعم، هل يمكن أن نعود فعلا لإرهاصات حرب جديدة بين غزة والكيان الإسرائيلي على خلفية ما يجري في القدس مرة أخرى؟ هل هذا وارد؟ بالذات أن هناك من يتحدث أن ما زال المصريون يعني يواجهون عراقيل كثيرة في البناء لما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يعني لم يصلوا إلى اتفاق بعد. الطرف الإسرائيلي ابتداء لا يؤمن جانبه، لكن هل اليوم معركة قادمة واردة في المدى المنظور؟ أعتقد أن الأمر مستبعد لعدة أسباب. نعم. أهمها أنه اليوم إحنا أمام حكومة إسرائيلية بتشكيلتها متناقضة، فيها اليمين، فيها فلسطينيون، فيها يمين وفيها يمين متطرف. هذه التشكيلة حتى مواقفها من القدس ومن الأرض ومن حل الدولتين أيضا متناقضة، في مشكلة، وبالتالي الذهاب إلى هذا الشكل قد يكون ارتداده سلبي جدا على هذه الحكومة وقد يؤدي إلى انهيارها إذا انسحب فقط طرف من الأطراف، انسحب من هذه الحكومة. هذا أمر. الأمر الثاني والمهم أن الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى وقت لإعادة ترميم المؤسسة الأمنية والعسكرية، لأنه ندرك تمام بعد معركة سيف القدس الحكومة الإسرائيلية شكلت 14 لجنة متخصصة لدراسة مجريات معركة سيف القدس حتى تأخذ من الخلاصات وتعيد البناء بناء عليها. ناهيك أن القبة الحديدية اللي هي تعتبر فخر الصناعة الإسرائيلية أصبحت مخترقة، وهذا يحتاج إلى تطوير تقني غير عادي، وهذا يحتاج إلى وقت. نقطة ثالثة مهمة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها تجاه الصراع العربي الصهيوني هي التهدئة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، الرئيس بايدن لا يريد أن ينشغل وأن تستنزف واشنطن استنزف وقتها وجهودها فيما يتعلق بالصراع الآن العربي الصهيوني أو الفلسطيني الصهيوني، لأن الصين أولوية، الصين أولوية، الصين أولوية، وهذا في 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 سياق المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط، هذا يبعث على أنه نحن لا نريد الذهاب باتجاه التصعيد. ولعل واشنطن تضغط بشكل غير معلن على أهمية تخفيف الوضع في قطاع غزة فيما يتعلق بالحصار وفيما يتعلق بإعادة الترميم، لأنهم يخشون من إعادة الكرة مرة أخرى وأن تبادر المقاومة بعملية قصف تل أبيب، مما سيستدعي البيت الأبيض ويستدعي الرئيس بايدن للتدخل من جديد. هذا كان سؤالي الأخير لك حول لم نرى جديدا على الأرض فيما يخص موضوع إعادة الإعمار، ما زال الحال على حاله منذ اليوم الأول الذي وقف فيه
يعني إطلاق النار أو نجحت مصر في وقف إطلاق النار، لماذا لم نرى أي شيء على الأرض في حين الوضع مأساوي داخل غزة بعد هذا العدوان؟ هل يمكن لكثرة العرقلة في إعادة الإعمار فعلا أن تدفع غزة إلى التصعيد للتسريع في موضوع الإعمار؟ وهناك من قال أن السلطة الفلسطينية أحد المعرقلات الرئيسية أيضا. نحن في مرحلة عض الأصابع فيما يتعلق بقطاع غزة، هذا جانب. جانب ثاني، الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يشعر المقاومة بأنها انتصرت في معركة القدس، ويريد أن يعيد تكييف العقل الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة على فكرة الحصار وكيفية فك الحصار، ويريد أن يقول لهم أنه التدخل في القدس لن يجلب لكم الإعمار بسرعة والتمويل بسرعة وتحويل الأموال بسرعة، لهذا الأمر يحتاج إلى وقت وأشهر وقد يحتاج إلى نهاية العام. لكن بالمحصلة هذا عبارة عن حالة من الصراع. هل السلطة الوطنية الفلسطينية معطلة؟ للأسف اليوم الأخبار تقول بأنه الأموال، أن السلطة تشترط تحويل الأموال القطرية بتنسيق إسرائيل ليتم عبر رام الله لتوزيعها على الفقراء للتحكم في المسألة الاقتصادية داخل قطاع غزة، وحرمان غزة من التنسيق المباشر مع قطر تحت عنوان حماس، تحت عنوان المقاومة، رغم أن الذي يشرف على هذا الأمر قطر هي نفسها. قطر نفسها، نعم. وأيضا تشرف في اللي هي وكالة الأونروا، نعم. وبالتالي في جهة دولية، لكن السلطة تريد أن تحط يعني تضع العصي بالدواليب لتحقيق حالة من الابتزاز الذي يجري. لكن إذا تمادى الابتزاز، أنا أعتقد أن الطرف الإسرائيلي يدرك تماما حساسية هذه المرحلة، أنه ممكن يؤدي إلى إشعال فتيل المواجهة من جديد، وهو سيكون يتحمل السبب في ذلك. نعم. وأعتقد أنه الطرف الفلسطيني اليوم مش بالضرورة، اليوم الساحة أصبحت مفتوحة أمام القدس والضفة الغربية وغزة و48، وهذه التجربة التي حدثت في رمضان قد تتكرر، خاصة حالة الكبت التي تعاني منها الضفة الغربية من خلال الهجمة المزدوجة للأجهزة الأمنية الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تعيد المشهد إلى أصله. نعم. والشباب الذي يعني فتح عيونه وولد تحت أو في رحم أوسلو قد يشب عن أصبح هذا، أصبح متوثب، نعم، بشكل كبير لإعادة الصورة للمواجهة مع الاحتلال، نعم. وهذه خشية، وبالتالي في لحظة ما حيحصل عملية تنفيذ في تقدير. نعم. كل الشكر لك أستاذ أحمد الحيلة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفا عزيزا معنا ضمن هذا الملف الفلسطيني.